طبعاً كمان أستاذ علي، يعني سؤالي لك يمكن ما قصة هذه الأغنية وكيف تم هذا التعاون وكيف وصلت لهذه البراعة؟ هي ولادتها. نعم، ولادتها سر نجاحها الكبير. يعني اتفقوا الأمير بدر والدكتور عبد الرب إدريس عليها في الرياض أول جلسة للعمل والكتابة وكل شيء. نعم. بعدين كتبت تكملتها في السودان، كان الأمير في السودان أو الحبش بس أعتقد في السودان. بعدين كملت فين؟ في أوروبا في باريس. نعم. نص كمل كوبليه مذهب وكوبليهين ثلاثة، يعني أغنية طويلة. اكتمل العمل، اكتمل التلحين فيها قبل أن تنفذ موسيقيا. جاء عبد الرب على جدة هنا حيث يقيم بصورة دائمة، رايح على القاهرة علشان ينفذ، وهو رايح بالقاهرة مصادفة جنبه راشد الماجد. وهو راشد الماجد في الرحلة جالسين يتكلموا طول الوقت، تعرف راشد زويق على النغمة والفكرة الحلوة اللي تنفع وتضيف للفنان. يعني أعجب بالموضوع بفكرة الأغنية بشكل خيالي جدا، ما ريح عبد الرب إدريس طول الرحلة. وهم لما وصلوا القاهرة قال له أبغاها بأي حال من الأحوال، دي الأغنية لي، وما كان راشد الماجد في الصورة مرة في حكاية. قال له تيجي عندي اليوم، أنا أنت معزوم عندي في شقتي في القاهرة على راشد. راح قال رحت تعشيت عنده وجلسنا سوا، ما أدري إيش، ما رحت من عنده إلا والأغنية ما أخذها خلاص. واتصلت بعبد بسمو الأمير بدر علشان أقول له إنه دي الراشد الماجد وكذا، وهذا قال لي مرة كما هي العادة ما عنده مانع أبدا، ورحب بالفكرة. وكانت هي الأغنية اللي نقدر نعتبرها بيضة الديك في مشوار يعني راشد وأبدع فيها الفنان راشد الماجد.